وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك دكتور خالد في نشرة أخبار الثالثة. في ختام فعاليات مهرجان اللوز الأول، حدثنا عن النجاح الذي شهده هذا المهرجان. ما في شك طبعا، نجاح المهرجان الأول للوز البحريني أكيد كان انعكس على متابعين والحاضرين في هذا المهرجان، لولا مشاركات الفعالة من المزارعين واللي هم يزرعون ثمرة اللوز البحريني لما حصلنا على هذا النجاح. أمانة فاق النجاح تصورنا وتوقعاتنا. في اليوم في الأسبوع الأول كان هناك حوالي 5000 زائر، والأسبوع الثاني وصلنا حوالي 9000 زائر، كان كثير منهم من الدول الخليج المجاور، الدول المجاورة، دول الخليج والمقيمين. أمانة لولا عمل الفريق اللي أو سعادة المهندس وائل لإدارة هذا المهرجان لما وصل لهذا النجاح. أمانة اللوز البحريني هو من إرث البحرين، من نبتة من ثمار البحرين، وهي الثمرة اللي تنتج في موسم الصيف. فرغم درجة الحرارة المرتفعة إنما المزارع البحريني حرص أن يكون حاضر ويضع بصمته في هذا المهرجان. وهناك أيضا الصناعة التحويلية اللي أيضا شارك وأبدعوا فيها الشباب البحرينيين والمزارعين البحرينيين في عملية هناك وجود الإشكالية من اللوز البحريني والمربى والطرش البحريني، وهناك أفكار قادمة إن شاء الله من المزارعين البحرينيين في المواسم القادمة. نعم دكتور خالد، وما هي خطة الوزارة المستقبلية في مواسم هذه الثمرة البحرينية؟ شوفي، ما في شك ان الوزاره دائما تضع نصب عينها لان فتح منصات تسويقيه بالزراعة البحرية، واحنا نواكب المواسم، نمشي مع المواسم ونشوف المواسم والمحاصيل اللي تنتج مع المواسم. سوق المزارعين امانه هناك نجاح كبير وتم رصده وتم اعتماده بشكل رسمي انه يكون كل سنه في فتره محدده، انما فتره الصيف دائما فتره تعتبر فتره غير نشطه بالنسبه للمزارع البحريني. فعرفنا ان نضع في الموسم الصيف نشوف شنو الاصناف من الثمار اللي ممكن ان نسوقها ونفتح نافذه تسويق للمزارع البحريني في فتره الصيف، ولله الحمد وفقنا، وان شاء الله بتكون هذه النسخه مكرره وبشكل اوسع واكبر مثل ما شفت في تقريركم. الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.